هلا حبايبي، شو تكونوا بصحة وخير؟ فتحتوا هذا الفيديو لأنكم بتدورون على معلومات عن المعيشة بأمريكا وخصوصا ولاية ميشيغان. بما أني أنا موجودة بأمريكا وفي ولاية ميشيغان تحديدا، هذا الفيديو راح أتكلم عن هذه الجوانب. خصوصا المتابعين اللي بالتيك توك دائما يسألوننا شلون الحياة بأمريكا وشلون الحياة خصوصا بولاية ميشيغان، وهل تنصحون بها أو لا. تابعوا هذا الفيديو للنهاية علشان تشوفون أجوبة هذه الأسئلة. طبعا قبل لا نبدأ، أنا زهراء وهذه قناتنا، نعرض بها يومياتنا وطلعاتنا أنا وعائلتي بولاية ميشيغان، ونوريكم أماكن جديدة كل فترة. فلذلك إذا حابين تشوفون أماكن حلوة معانا، لا تنسوا إنكم تشتركون بالقناة وضغطوا اللايك على هذا الفيديو علشان خوارزمية اليوتيوب ترشحها حق الناس ثانية. ويلا خلينا نبدأ. طبعا شيء أكيد الكل متخوف إنه يروح على أمريكا، بما أنها هي أول مرة، شلون العيشة، دولة أجنبية مو دولة عربية، شلون الحياة، شلون الراتب، شلون المعيشة. كل هذه الأسئلة كانت بعد ببالنا، اليوم إن شاء الله راح أجاوبكم عليها. أولا الناس اللي يقولوا لي هل تنصحين بأمريكا نجي لأمريكا؟ أكيد، ليش لا؟ أمريكا هي المستقبل وخصوصا لأطفالكم. يعني هنا بأمريكا أبسط شيء إنه هم موفرين الأمن والأمان لكم، وموفرين التعليم المجاني للأطفال. بأي دولة أنتوا قاعد تشوفونها إنها تقدم تعليم هاي كلاس للأطفال، عندهم اهتمام للطفل جدا جميل. خلينا نجي إنه هل الحياة صعبة أو سهلة بأمريكا؟ طبعا هذا السؤال يعتمد عليك أنت الشخص، أنت شنو مؤهلاتك. يعني خليني أقلكم، هل أنت عندك شهادة وجاي راح تعادل شهادتك وتشتغل بها هنا بأمريكا، أو أنت ما عندك شهادة، عندك صنعة يدوية جاي هنا تشتغل بها؟ هاي من الأشياء الأولى اللي الواحد يفكر فيها. ثانيا، هل أنت عندك لغة إنجليزية ولا لا؟ راح تكون أكيد سهلة على الشخص اللي عنده لغة إنجليزية، وشوية صعبة على اللي ما عنده. لكن ماكو شيء صعب هنا، اول ما تجي ممكن تاخذ دورات مجانيه، اكو مدارس هنا مجانيه ايضا يعلمونكم اللغه الانجليزيه علشان تقدرون تتعاملون مع الناس وتقدرون تحصلون وظيفه حلوه. من ناحيه المعيشه يقولون الحياه صعبه، شلون تاكس وما ادري شنو. هنا انت لما تجي لامريكا، هل انت جاي ما عندك ولا شيء راح تبلش من الصفر؟ اكيد راح تكون عندك صعبة، لانك لازم تشتغل، عندك فواتير، عندك بيت، اجار للبيت، ماي وكهرباء، عندك فواتير ثانية، لازم تشتغل علشان تسدد هذه الفواتير كلها. او هل انت جاي وعندك مبلغ انه يقدر يسندك هنا بامريكا؟ يعني ممكن تشتري بيت، تشتري سيارة كاش. بهذا الوضع راح يكون كلش سهل عليك على ما تحصل وظيفة. فهنا انتم سألوا نفسكم شنو الاشياء اللي انتم موجودة عندكم. يعني اذا واحد عنده لغة انجليزية، واحد عنده شهادة، اكيد هنا راح تكون الحياة سهلة عليه. بس اذا واحد ما عنده شهادة وما عنده صنعة يدوية، فالموضوع شوية يكون صعب عليه. عرفت شلون؟ نيجي هنا الوايد يتكلمون ميشيغان، شلونها ميشيغان؟ هل صدق هي هيجي ميشيغان؟ والاخبار السيئه اللي سامعينها عن ميشيغان بليز غيروها. ميشيغان كبيره، يعني الولايه ميشيغان عباره تقريبا اولموست قد دوله العراق. فانتوا قاعد تشوفون من الشمال للجنوب والشرق للغرب شلون كبيره. هي منطقه واحده مو زينه، واكيد بكل الولايات اكو مناطق زينه ومناطق مو زينه. هي منطقه واحده اللي هي منطقه ديترويت، بس احنا من نقول ديترويت، ترى ديترويت كلش كبيرة وبيها بعد مناطق. هي منطقة من منطقة ديترويت اللي هي مو زينة، لأن الناس اللي قاعدين بيها المؤهل التعليم فيها كلش قليل، ما يشتغلون، فالدولة ما قاعد تهتم بهذه المنطقة، يعني ما قاعد يدفعون هما تاكس. لذلك قاعد تشوفونها إن بيها الشغلات يعني ها مو زينة. فلذلك تقدرون تبتعدون عن هذه المنطقة ومناطق وايد. طبعا أكثر شيء قاعد تسمعون الرعد، انا قاعده اسولف لكم هسه وقاعد تمطر عندنا هنا بميشيغان. اكثر شيء الجاليه العربيه متركزه بمنطقه ديربون. فلما تروحون هنا أنا منطقه ديربون راح تشوفون يا سلام شغلات العربيه موجوده بكل مكان، وخصوصا الشغلات العراقيه. لا تقولوا والله بامريكا وما عندكم هاي الاشياء، عندنا وايد اشياء، جيمر، الكباب العراقي، الصمون العراقي. يعني انا كنت هناك قاعده بالامارات ما كنت اكل هذا الشيء، يعني ما كنت اشوفه هناك متوفر. هنا يقول يعني العراق متوفر عندنا هاي الاشياء كلها، حتى البهارات، حتى كل شيء. يعني الحلو
ولاية ميشيغان بيها جالية عربية، يعني الشخص اللي ما يعرف لغة إنجليزية جدا جدا مناسبة إلى ولاية ميشيغان، لأن الجالية العربية فيها بنسبة كبيرة، وحتى ممكن إنه يلقى شغل ويتكلمون بالعربي، يعني يتكلمون بالعربي بشكل كبير. تدرون إن هنا بميشيغان لما إجيت قاعدة أشوف نسبة العرب أكثر من أبو ظبي، وإن أنا كنت ساكنة هناك بالإمارات، كنت هناك ساكنة أشوف الأجانب أكثر من العرب، أما هنا بأمريكا قاعدة أشوفها يعني العكس. فلا تخافون من ناحية اللغة الإنجليزية، لأن هنا ميشيغان حتى وين ما تروحون بالمستشفيات بالمدارس بالطريق راح تشوفون في كتابة عربي وكتابة إنجليزي. نجي على جو ميشيغان، طبعا الكل يتخوف يقول آه ميشيغان بيها ثلج، لا مو حلو جوها. ميشيغان بيها الفصول الأربعة. شنو هم الفصول الأربعة؟ صيف وشتاء وربيع وخريف، يعني تشوفونهم بالتمام. يعني شلون حلو تشوفون الخريف، الوان الخريف هي البرتقالي وتشوفون الاشجار هيك لونها، الربيع تشوفون الالوان الوردي والبنفسجي وهاي الالوان الجميله بالطبيعه، الصيف الشتاء تشوفون الثلج الابيض ايش قد حلو. واذا تقولون على الشتاء او وايد بيها ثلج، ترى هو الشتاء انت لو تشوفونها كل فصل 3 شهور، فيعني الشتاء بس 3 شهور، واخر سنتين هنا بميشيغان صراحة الشتاء مالتها ما كان كلش قوي، يعني كان الثلج ينزل وثاني يوم يذوب، فما كنا وايد ننظف ثلج. حتى اهل ميشيغان هنا قالوا ان جو ميشيغان متغير وصاير الشتاء مالتها كلش خفيف. وبالنهاية راح تقولوا لي هل تنصحين نجي على امريكا او نجي على ميشيغان؟ اكيد انصحكم وبقوة، لان مثل ما الخير اريد الخير الي، اكيد اريد الخير لكم، واكيد امريكا فيها مستقبل للكل. يعني ابسط شيء المدارس، وموفرين المدارس ببلاش للاولاد. فترة كورونا، تخيلوا فترة كورونا، لان المدارس تسكرت وصارت اونلاين، يعني شوفوا الاهتمام، جابوا لكل طفل لابتوب وسماعات، لان قالوا خاف من الاهالي ما يكون عندهم ماديا انهم يشترون لابتوب او يشترون لهم ايباد، فوفروا هذا الشيء لكل طالب سواء كان غني او فقير. وبعد هما دائما من يروحون المدرسه يقدمون لهم وجبات مجانيه، ريوق وغدا. فتره كورونا لما سكروا صاروا يعطونهم اياها للبيت. شنو يفكرون؟ يفكرون ممكن عوائل ما عندها فلوس انها تشتري، وخصوصا بفترة كورونا، فصار كانوا يوزعون على الغني والفقير، يعني ما يقولون والله اه انت عندك فلوس لا ما نعطيك، انت فقير نعطيك، لا في شيء سواسية. عرفت شلون؟ هذا الشيء اللي حبيته انا هنا، اهتمامهم بالطفل. يعني هنا بالمدرسة مثلا الطفل طفلكم قاعد يدرسونه، اكتشفوا انه مثلا ضعيف بالقراءة، على طول حطوا له مدرسة خاصة انه اتعلمه للقراءة. اذا شافوا نفسيته تعبانة راحوا عطوه مدرسة مختصة بهذا الشغل، مختصة بنفسية الطفل، تقعد معاه بالاسبوع مرة وتداريه وتعلمه. يعني شفتوا شلون الاهتمام هنا بالطفل؟ اما اكيد الناس هسه راح تسالني عن المساعدات، هل هم يقدمون فعلا مساعدات؟ طبعا الكل على باله هنا لما يجون للامريكا راح يحصلون رواتب وبيوت وسيارات، هذا الكلام غير صحيح يا حبايبنا. يعني انتم شلون تعقلونها ان الدوله على اي اساس تعطيكم بيوت وسيارات ورواتب؟ وسمعت بعد في يقولون ان كل سنه يغيرون السيارات، هاي وين احنا؟ هاي شنو هاي؟ لا يا حبايبنا، هاي اصلا انتم لما تجون مثلا كهجرة او كلجوء ما عندكم امكانية بعد، يساعدونكم بالبداية يعطونكم مبلغ، هذا المبلغ يا دوب انكم تاكلون وتشربون وتسددون يعني تسددون اجار البيت، يعني مو انه تضمون من عنده وتجمعون لفترة معينة. ودائما يودونكم على منظمات علشان تدورون شغل وتحصلون شغل وفترة معينة وراح ينقطع، يمكن 6 شهور ممكن هذه المساعدات وراح تنقطع. في ناس تاخذ مساعدات مستمرة على حسب اذا كان عندهم حالة، شخص مريض بالبيت، شخص معاق بالبيت، ممكن يساعدونهم، بس هل لكل الناس؟ لا ما في هذا الشيء. عندهم اهتمام نعم بالطفل، عندهم اهتمام بكبار السن ممكن يوفروا لهم. اذا حبايبي وصلت وياكم لنهاية هذا الفيديو، اتمنى انكم استفدتوا من عنده ولو معلومة بسيطة. لا تنسوا انكم تشتركون بالقناة وتسوون لايك حق هذا الفيديو. وهسه خليني اوريكم الجو بميشيغان، بما ان احنا موجودين هسه حاليا صيف لكن امطار الصيف، خليني اوريكم اياها. شوفوا قاعد تمطر بس الجو حار، ونسينا ما غطينا القعدة مالتنا. زوجي ماما موجود طالع وانا قاعدة اسجل لكم الفيديو ومطرت الدنيا.
اوكي حبايبنا، وصلت انا وياكم لنهاية هذا الفيديو. اشتركوا بالقناة علشان تشوفون الاماكن الجميلة اللي قاعد نكتشفها احنا وياكم بميشيغان. ونشوفكم على خير، وباي باي.